بالعربي. هنا اسمها البلبان. أي سنة تانية؟ السلام حظك. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. كويسين الحمد لله. ملك هشام. النهاردة أنا معاكم اسمه منى شعبان، هناخد النهاردة في الدرس بتاعنا اللي هو اسمه من التراث خمس دي. ثانية واحدة يا سنة تانية، هظبط هذا الصوت. بوكلة أنا في الكتاب ولا في البوكلة؟ علشان احنا قاعدين نذاكر الكتاب مس بس خليكم معايا هنا دلوقتي وما حدش يتكلم الا لما انا اقوله. اتفقنا يا سنة تانية؟ وينفع اقول لك حاجة؟ سامعيني كويس؟ طيب. يا مس سامعيني. طيب يا سنة تانية، بصوا الدرس بتاع النهاردة اسمه من التراث المصري. حد يعرف يا سنة تانية يعني ايه كلمة التراث؟ لا ما اعرفهاش. طيب ما اعرفهاش يا ميس. خلاص انا هقول. تراث عن حاجات القديمة. برافو عليك. دي حاجة بيبقى يا ولاد ايه زي مثلا ما حاجة أجدادنا بيكونوا سايبينها، الناس الكبيرة اللي قبلنا بيبقوا سايبينها لنا. وكلمة تراث لما تكون مثلا دولة عظيمة بيبقى ليها تراث، يعني بيبقى حاجة قوية جدا عندها. عارفين مثلا يا سنة تانية لما نيجي نبني عمارة، هو أنت العمارة تعرف تعملها من غير ما يكون ليها أساس وتبني لها من تحت تحت؟ ينفع؟ ينفعش. ما ينفعش، لان لو عملتها عماره اصلا ايه هتضيع عماره هشه كده تقع. فهو التراث بقى ده بالظبط الحاجات اللي هي الجميله اللي هم ايه الناس الجميله بتوع زمان اجدادنا وابائنا الناس الكبيره سايبينها لنا، فهي دي كلمه التراث. فاحنا بناخد الحاجات اللي هي من التراث المصري. شايفين اول صوره عندنا دي صوره مين يا ولاد؟ دي صوره عندنا اول واحد شخصيه هناخدها اللي هو مين؟ اللي هو نجيب محفوظ. طيب مين هو نجيب محفوظ ده يا ولاد؟ نجيب محفوظ ده روائي. يعني ايه روائي يا ولاد؟ روائي يعني بيكتب قصص طويله. إيه نجيب محفوظ يا ولاد حصل على جائزه نوبل. جائزه نوبل دي يا ولاد اللي هي دي بتبقى حاجه كده عارفين زي ما انتم بتكونوا مثلا داخلين مسابقات وتقوموا واخدين ايه نقول خدنا ميداليه ذهبيه، هي حاجه شبيهه بكده بس هي دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها جائزه نوبل. الجائزة اللي خدها نجيب محفوظ جائزة نوبل هو خدها في ايه؟ خدها في الأدب، القصص الكتير اللي هو كان بيكتب قصص كتير، وعلشان هي حلوة جدا فراحوا ادوا له الايه الجائزة ديت، وهو كان أول مصري بيحصل على جائزة نوبل في الأدب. عمل أعمال كتيرة جدا اللي هو محفوظ، كانت أشهر أعمال دي كانت اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها الثلاثية. كانت رواية هو عاملها رواية عظيمة جدا، ودي كانت سبب أو من الأسباب القوية جدا اللي خلته ياخد إيه جايزة نوبل وخدها في الأدب العربي. هي دي شكل الجايزة يا ولاد اللي أنا جايبها لكم، هي ديت اللي هي جايزة نوبل. خلاص دي أول شخصية عندنا. طيب الشخصية الثانية اللي إحنا هناخدها شخصية اسمها إيه؟ محمود مختار. مين محمود مختار؟ محمود مختار ده فنان، ده كان شاطر جدا وماهر في النحت، وعامل تمثال. التمثال اللي انا هوريه لكم دوت او معايا سنه ثانيه، التمثال ده اسمه تمثال نهضه مصر. اسمه تمثال ايه سنه ثانيه؟ نهضه مصر. هو ده شكله، عمل زي ما انتم شايفينه كده بشكل عظيم جدا. علشان كده يا ولاد دي من اكتر الحاجات اللي عاملها، وعملها من ايه يا ولاد؟ عملها من الجرانيت. الجرانيت دي يا ولاد بيبقى نوع من الصخور، عملها وطلعها بالشكل الجميل دوت. رمز لمصر الحديثه، يعني الحاجات اللي عاملها دي تعتبر رمز لمصر الحديثه. لما انا اشوف التمثال ده اعرف على طول ان هو الفنان محمود مختار. اسمه فنان ايه يا سنه ثانيه؟ محمود مختار.
اسمه محمود مختار. محمود مختار. محمود مختار. هو في فن النحت. خلي بالك يا ولد، محمود مختار هو عمل هو التمثال اللي شفناه برضه، هو كان يعني كان بيرسم كويس جدا، كان عليه لوحات كتيره قوي. بصوا مثلا دي لوحه مثلا كان هو رسمها. شكل اللوحه دي يا ولاد تعبر عن ايه؟ شايفين ايه؟ صوره ايه قدامكم؟ ايه؟ مين عارف دي شكل ايه؟ الريح. ايوه صح الفلاح. ايه صورة فلاحة؟ الفلاحة المصرية. فهو ان هو اللي رسم الصورة بالشكل دوت. شفتوا قد ايه صورة جميلة يا سما بنات؟ هي دي كلها من جميلة جدا. يعني بصوا عمل التمثال العظيم دوت، لو قلنا بيبقى رمز لمصر، مصر الحديثة، وعمله من الجرانيت. وهنا عمل هي رسمة من الرسومات اللي رسمها، اللي هي ايه ولاد؟ يعني الفلاحة المصرية وشكل الريف المصري. طبعا هي ديت صورة او لوحة من الحاجات اللي عملها كتير، لكن هو عمل حاجات كتير قوي. وادي برضو يا ولاد حاجة شكل تاني برضو للوحة، ليه برضو هو اللي عاملها. بصوا كله بيجسد الريف المصري وشكل الحياة هناك عامل ازاي. خلاص، يبقى الفنان اللي احنا قلنا عليه ده اسمه محمود مختار. اسمه ايه سنة تانية؟ محمود مختار. صاحب تمثال نهضة مصر، زي ما انتم شايفين صورته. دي تاني شخصية يا ولاد احنا خدناها. هوريكم بقى الشخصية التالتة اللي احنا هناخدها النهاردة. دي مين عارفينها دي سنة تانية؟ أم كلثوم. هتلاقي دايما بابا بيسمعها وماما بتسمعها، وانت كمان هتلاقي كتير منكم ممكن يسمعوها. دي طيب كانت بتغني ايه يا ولاد؟ كانت بتغني اناشيد وطنيه، غنت حاجات كتيره جدا، وكانت اشهر اغنيه ليها من الاغاني الوطنيه اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها مصر تتحدث عن نفسها. اسمها ايه يا ولاد؟ تتحدث عن نفسها. انت ممكن تدخل على اليوتيوب وتكتبها، اكتب اغنيه مصر تتحدث عن نفسها، هيطلع لك اسمعها، هتلاقيها حلوه جدا. دي كانت من اشهر الاغاني الوطنيه، وكانوا بيلقبوها بايه ولاد؟ اسمها كوكب الشرق. كلمه يلقبوها يعني بيسموها كوكب الشرق. يبقى اللقب بتاعها الشرق. او الاسم بتاعها اسمها كوكب الشرق. هي مين يا ولاد؟ هي ام كلثوم. خلاص، طبعا ده يا ولاد نوع من الفن او من الاغاني الجميله. طبعا في بقى دلوقتي اغاني من المفروض انتوا اصلا ما تسمعوهاش، طبعا انتوا اكيد عارفين كلها ايه الاغاني دي. صح يا سنه ثانيه؟ في اغاني كده يعني ايه تخلي ودنك كده. صح يا ميس. اغاني مش انا ما اعرفهاش. ايوه برافو عليك، انا ما اعرفهاش. ايوه، انما حد زي ام كلثوم لا، دي جميله، ده فن ايه ممكن تسمعه كويس جدا. خلاص يا سنه ثانيه ميس، احنا خدنا النهارده ثلاث شخصيات يا ولاد. خدنا نجيب محفوظ، وخدنا محمود مختار، وخدنا الشخصيه الثالثه اللي هي أم كلثوم. خلاص، طيب هنا يا ولاد نحل بقى مع بعض. يقول لك هنا يا ولاد، هنا في أم كلثوم نجيب محفوظ. أول واحدة نحط الاسم المناسب أمام كل جملة. أول حاجة لقبت بكوكب الشرق. طيب أم كلثوم هتبقى أم كلثوم، برافو. طيب سنة ثانية هقول السؤال الثاني وأنا هختار حد وجاوب، اتفقنا؟
تاني واحدة. أيوة أنا. خلاص أنا هقول لكم مين يا أولادي. طيب، فاز بجائزة نوبل في الأدب خديجة محمود. ممكن خديجة تجاوبني؟ خديجة محمود. نعم يا ميس. فاز بجائزة نوبل في الأدب. ميس في واحد عمال يسأل. نجيب محمود. ميس في واحد عمال يسأل عندك. ميس ميس أنا لسه داخل. لا لا نسمع بعض يا سنة تانية. أنا عايزة خديجة هي اللي ترد عليا دلوقتي. ما ينفعش كلنا في الوقت. ميس أنا لسه داخلة. أيوه برافو. عايزة بقى خديجة يا ولاد. ميس أنا لسه داخلة يا ميس. طيب يا خديجة خلاص. طيب فاز بجائزة ايه اللي بيسافر يا سنة تانية ما ينفعش كده. انا ممكن هخرجه من عندي. هاي لينا. نعم عفتي كده. طب يوسف محمد يوسف. انا مع حضرتك انا سمعاكي. طيب تمام يبقى الإجابة ايه؟ اي سؤال لو بتعرف هذا بجائزة نوبل في الادب. نجيب محمود. برافو. طيب ثالث حاجة يا ولاد نحت الإنسان نهضة مصر. مين اللي عمله؟ مين اللي نحته؟ هتبقى الإجابة إيه؟ محمود مختار. أيوه محمود مختار. طيب بصوا هنا يا سنة ثانية الجدول اللي أنا جايبه لكم دوت. كلمة روائي إحنا قلنا روائي لما بنتكلم على نجيب محفوظ بيقول إن هو روائي. روائي روائي يا ولاد. يعني إيه قلنا روائي؟ يعني كاتب قصص طويلة. يبقى لما أنا أقول روائي أعرف هو معناها إنه بيكتب قصص طويلة. وفايز على جائزة نوبل يعني حاصل على جائزة نوبل. غير يعني كاتب. ريتي سنة تانية مفيش صوت لو سمحت. الجيراني قلنا ان هو نوع من الصخور الصلب. رمز مثل الحديقة يعني حصارة او علامة. لقب يعني اسم مميز زي ما انا بقول على ام كلثوم ان هي لقبت بكوكب الشرق يعني سميت كوكب الشرق. مصري جمعها ايه يا ولاد؟ جمع مصري مصريون. فنان فنانون. فنانون. برافو. تمثال تماثيل. تماثيل. مغنيات. 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 جمال عصر. العصور. ألقاب. جمع لقب يسمى ثانية ألقاب. جمع إيه؟ لقب الألقاب. نوعيات لقب يعني اسم مميز. اسم مميز هما سموه لأم كلثوم إن هي كوكب أثر. عايزة بقى أنا عندي كلمات فيها جمع عايزة المفرد بتاعها. أما أقول أعمال. أعمال دي الجمع. عمل. عمل. الروايات. عمل. الرواية. الرواية. أناشيد. الرواية. نشيد. أغاني. أغاني مفردها. أغنية. عندي بقى المضاد يا ولاد. المضاد هو العكس. لما أنا أقول كلمة هنا هو الحديث. حاجة حديثة يعني حاجة جديدة. يبقى المضاد بتاعها. إيه؟ القديم. القديم. أفضل. أفضل حاجة. أحسن حاجة. أفضل حاجة. أسوأ. أيوة. كثيرة. قليلة. قليلة. تتحدث. تتكلم.
برافو يا ولاد. طيب تعالوا بقى معايا هنا كده عن ايه نحل مع بعض. هنا يا ولاد ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يعد تمثال نهضة مصر رمزا لمصر الحديثة. هيا يا ولاد تمثال نهضة مصر رمز لمصر الحديثة ولا لأ؟ صح. الرباعية من أشهر أعمال الروائي نجيب محفوظ. أخذنا أشهر أعماله اسمها الرباعية؟ لا. ولا لا. 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 خلاص بل إجابة خاطئة. طيب أم كلثوم أفضل مغنية في العصر الحديث. صح. لا أم كلثوم أفضل مغنية في العصر الحديث. طيب أحمد مختار فنان بارع في التمثيل. بارع في مثل حلو قوي. غلط يا ولاد. غلط. غلط طبعا. هو شاطر جدا. غلط. طيب عندي بعد كده يا ولاد جايبه الجمله هتلاقي في كلمه فيها هتلاقيها معموله بلون احمر. انا عايزه اعرف الكلمه اللي هي الملونه دي معناها ايه. هشوف معناها هوصلها بالمعنى بتاعها هنا. لما اقول طه حسين روائي مشهور قبل ما اقول معنى او روائي هنا روائي معناها ايه؟ حافظ ولا علامه ولا كاتب قصص طويله ولا نوع من الصخور الصلبه ولا ماهر؟ معنى روائي. هاي سنة ثانية. كاتب قصص طويلة. أيوة. كاتب قصص طويلة. ممكن. تيجي نقول عن بعضه. أحمد زويل عالم. كاتب قصص طويلة. تمام. نيل بقى سنة ثانية نقول بعضه. نسمع هدوء يا سنة تانية يا سمع. أحمد زويل حائز مصري حائز على جائزة. هو نمبر كام عشان أنا مش يعني. أنا هنا رقم 2. بص يا أولاد أهو. أنا حليت السؤال الأولاني اللي هو بتاع طه حسين روائي. حاصل. قلنا روائي يعني كاتب قصص طويلة. رقم 2 أحمد زويل عالم مصري حائز على جائزة نوبل في الكيمياء. حائز معنى حائز يعني ايه؟ مش هو ده فين؟ هنا اختار هنا معنى حائز ايه؟ حاصل. حاصل. خيرت موسيقار بارع. بارع ما معنى بارع؟ مش هو نمبر خير. ماهر. انا هنا اللي مختارني يا سنة ثانية اللي هي رقم 4. الأم رمز الحنان. يعني إيه رمز؟ علامة أو إشارة. معنى رمز برافو يعني علامة أو إشارة. طيب لقب عبد الحليم حافظ هو لقب عبد الحليم حافظ هو العندليب الأسمر. يعني إيه لقب؟ لقب اسم يعني مميز. يعني اسم مميز. برافو. اسم مميز. تمام يا ولاد. اسمه مميز. عايز جمع الكلمات ديت. هتجيب الجمع من العمود اللي قدامك ده. جمع كلمة تمثال. جمعها ايه هنا؟ تماثيل. تماثيل. برافو. العصر. العصور. مغنية. جمع مغنيات. مغنيات. جمع لقب. ألقاب. ألقاب. طيب.
هنا يا أولاد، ما الجائزة التي حصل عليها الأديب نجيب محفوظ؟ جائزة إيه؟ نوبل في الأدب. في شخصيات عربية حصلت على جائزة نوبل. يعني الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هي بتتكلم على الأدب، على الروايات اللي اتكتبت. لكن في مثلا اللي هو ايه زي عندنا السادات حصل على جائزة نوبل برضو بس في السلام، اللي هو عشان ما يبقاش فيه حروب بين الناس، وكان بيدعو دايما للسلام. يعني احنا عندنا نماذج مصرية، شخصيات مصرية عظيمة حصلت على جائزة نوبل. خلاص يا ولاد. طيب، وطبعا احمد زويل برضو في الايه في الكيمياء. طيب، ما اشهر اعمال الكاتب نجيب محفوظ؟ ايه اشهر اعمال احنا قلنا عليها؟ اسمها ايه؟ الثلاثية. الثلاثية. طيب، السؤال اللي بعده يا ولاد، لماذا تعتبر الثلاثية من اشهر الاعمال الادبية؟ طبعا لان احنا قلنا ان هي كانت من افضل الروايات اللي كتبها نجيب محفوظ ادب العربي. فيما برع الفنان محمود مختار. فيما برع يعني هو برع في الفن. لماذا يعتبر تمثال نهضة مصر من أشهر الأعمال الفنية في النحو؟ هو ليه حاجة مشهورة وحلوة جدا؟ لأنه مصنوع من إيه يا ولاد؟ مصنوع من الخشب؟ مصنوع من الخشب؟ لا لا، مصنوع من الجرانيت. الجرانيت. روب. الجرانيت. إلى أي شيء يرمز تمثال نهضة مصر؟ بيرمز لإيه؟ ويعتبر علامة لإيه؟ رمز لإيه؟ مصر الحديثة. عشان الصوت ما يقطع. ماشي.
ميس خرجت واحنا لسه في الدرس. ازاي ميس خرجت واحنا لسه في الدرس؟ عادي هو ممكن يكون مشكله في المحله وتبدينا على طول. طب على الاقل نقعد نرغي مع بعض. حد سمعني؟ طيب حد سمعني؟ سمعني يرد. سمعني كله يعني سمعني كله تمام؟ ايوه طيب تمام. سمعني كده كويس. سمعيني كده؟ تمام شكرا كويس. خلاص ماشي نرجع مع بعض لسه مره ثانيه. اتفضلي. احنا قلنا هنا يا اولاد ما اشهر القاب ام كلثوم، يعني هي لقبت بايه؟ ايش الحاجه المشهوره قوي اللقب بتاعها؟ بي دي اف. ان هي كوكب. ها ميس كوكب ميس كوكب الشهر. طبعا ميس الصورة مش موجودة يا ميس. في دي اف موجودة. شايفة مش موجودة يا ميس. بقيت الولاية يا ولاد بي دي اف قدام موجود ظهر قدامكم؟ لا لا ظاهر. حد ظاهر قدامه البي دي اف؟ ميس الصورة مش موجودة يا ميس. لا يا ميس البي دي اف ظاهرة خالص. كده ظهرت لسنة تانية؟ تمام. طيب نركز بقى ثانية. هنا يا ولاد ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة غير الصحيحة. فاز محمود مختار بجائزة نوبل في الأدب. محمود مختار هو اللي خد جائزة نوبل في الأدب. غلط. نجيب محفوظ خد جائزة نوبل. طيب من أفضل روايات الأدب العربي الثلاثية. صح ولا غلط؟ صح. صح. لقبت أم كلثوم بكروان الشرق. لا غلط. غلط. كوكب الشرق طبعا مش كروان الشرق. إجابة خاطئة. غلط. طيب. يا ميش. أيوة غلط. طيب بصي يا أولاد في هنا جدول قدامنا عايز نطلع من الدرس كلمات بها مد بالألف. أنا تانية بيس احنا ما كملناش الصح. ثانية واحدة سنة ثانية. السلام عليكم جميعا. يا ميس لو سمحتي من فضلك اللي هيفتح المايك عنده حضرتك هتعملي له حظ. تمام. في احمد محمد برضو بيفتح المايك اهو فتحه. في لجين برضو فتح المايك. ماشي. في مور اهو علشان تشوفي عشان بيبقوا يحبوا ان هم يسألوا كلهم. تمام. في عندك منصور فاتح المايك. الناس اللي بتفتح المايك من غير ما الميس تقول لها اتفضلي افتحي المايك دول هيتحسوا مش هيدخلوا الاونلاين نهائي وبس هيتفرجوا على الفيديوهات. تمام. شكرا. شكرا. كنت مش على ايه ده؟ ماشي. انت كده شايفه الاولاد؟ شايفه. هنا سنة تانية هنعمل اللي نستخرج من الدرس زي ما مكتوب في الجدول. مد بالألف. مين منهج ده؟ أحمد محمد. كده كده يا أحمد كده هيتم حسبك. اقفل المايك. كان شغال بس دلوقتي سامعها. يعني انا كده
هنا سنة تانية في جدول قدامنا، عايز نستخرج من الدرس مد بالألف ومد بالياء ومد بالواو. تعالوا هنا يا ولاد مع بعض، هو دوت اللي قدامنا. لو أنا قلت مد بالألف أقول نجيب محفوظ وروائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. عايزة مد بالألف يا ولاد من الفكرة دي. محمد وائل، افتح يا محمد جاوبني. محمد وائل ميس. تفضل يا محمد. اذا مد بالألف يا محمد تفضل. طيب لوجين رامي قولي يلا يا لوجين. جائزة. جائزة، برافو يا لوجين. يبقى هنا يا ولاد مد بالألف هتبقى جائزة، برافو. طيب لو أنا يا ولاد عايزة هنا مد بالألف تاني، حد يعرف كلمة جائزة؟ إسماعيل. ميس ممكن برضه ميس مد بالألف روائي، برافو. طيب ثانية، كيف ينفع الأدب؟ عايزة أنا ثانية، بصوا هنشوف من الفكرة الأولى والثانية والثالثة اللي هي فيها نجيب محفوظ ومحمود مختار وأم كلثوم. أطلب منك حاجات أنت تستخرجيني. لو أنا قلت لك عايزة حرف عطف، عايزة الأول قبل ما أطلعه يا ولاد مين يفكرني إيه هي حروف العطف؟ كريم أحمد، محمد، أي كريم؟ كريم أحمد محمد عرفة؟ أيوه حروف إيه؟ أي كريم تعرف إيه هي حروف العطف؟ كلمة سمى و سمى و و بصوت عالي سمى و فاء و في و و لا و في لا في حرف جر انما هي و. برافو عليك يا كريم. طيب هنا يا ولاد عايزه حرف عطف مين يطلعه لي؟ مرام تامر. يس ميس. اتفضلي يا مرام، عايزه حرف عطف في و و. برافو. انما في يا مرام دي اسمها حرف ايه؟ حرف عطف ولا حرف جر؟ جر. جر. برافو. طيب عايزه لام، لام شمسيه، كلمه بيها لام شمسيه. اسماعيل علي. الثلاثية. ثلاثية، ممتاز، برافو يا اسماعيل. طيب عايزة لام قمرية. منير. هي منير. لام قمرية يا منير. هي وانت انت في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه؟ لا انت طلع من اي واحده فيهم من الثلاث فقرات دول. عايزه لام قمريه. هيا يا ولاد. الحديد. الحديد. برافو. برافو يا منير. الحديث. برافو. طيب الحديث. حد تاني يا ولاد ممكن يجيب لي كلمه بيها لام قمريه؟ العربي. ممكن عندي صودا. انا سامع. هيا معايا. هيا اتفضلي يا هيا. طيب
حذيفة. يس مس. أي حذيفة؟ أجيب لم حاجة بلم قمرية. أيوة. الروايات. الروايات. مش 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 أي سنة ثانية سمعني؟ سنة ثانية؟ أيوة أيوة سمعنا كويس. أيوة سمعيني كويس. تخرج حرف جر. أيوة نستطيع. أي ذا حرف جر؟ حرف جر أنا بعرفه. في برافو. حد تاني ممكن يجيب لي حرف تاني يا ولاد حرف جر؟ على 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 من من إيلة. من من تاني عن 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 ممتازين يا سنة تانية من في في يا ولاد على أنا من عايزين عايزين يجيب من الفقرة ديت عايزة يا ولاد فعل ماضي عايزة فعل ماضي حصلت حاجة يا ولاد مين يجيب لي فعل ماضي أنا ميس الشاشة عندي سودة أنا صنع كويسة ميس حصل حبيبة محمد حبيبة محمد أي حبيبة صنع عايزة فعل ماضي صنع فعل ماضي يا أولاد يعني فعل خلاص حدث وانتهى صنع هيا يا أولاد صنع صنع برافو برافو يا أولاد صنع هذا التمثال من الجرانيت صنع يعني خلاص فعل عمله وانتهى طيب وبكده يا ولاد نكون خلصنا الدرس بتاعنا ونذاكره بقى كويس والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وداعا وداعا اشوفكم غدا وداعا سمونا